أهلا بكم إلى حديث الصحافة مشاهدينا الكرام. في هذه النافذة نستعرض لكم أبرز عناوين الصحافة المحلية والمواقع الإلكترونية وبعض مقالات الكتاب الصحفيين والمحللين السياسيين، ونبدأها لكم بالأهم وهي أخبار المقاومة الشعبية والجيش الوطني، والتي سوف نتعرف عليها من خلال عناوين صحيفة صوت المقاومة. فإليكم أبرز ما جاء فيها من عناوين صحيفة صوت المقاومة. ذمار قتلى وجرحى من الميليشيات وعمليات نوعية للمقاومة بعتمة. قيادي حوثي يهدد بسجن معلمين في صنعاء رفضوا إجبار الطلاب على دفع 1000 ريال. تجار أمانة العاصمة يشكون بلطجة ميليشيا الحوثي. طرشان الجيش الوطني يزحف باتجاه مركز كتاف ومقتل 25 قياديا حوثيا في المواجهات. الآن إلى المواقع الإلكترونية ونستعرض لكم أبرز ما جاء فيها من عناوين، ونبدأها بالمصدر أونلاين. المصدر أونلاين: وفاة 6 أطفال وإصابة 14 آخرين بعد استدراجهم للقتال بصفوف الحوثيين في عتمة. اجتماع عسكري بقيادة محور تعز لمناقشة مجمل الأوضاع والتطورات. المشهد اليمني: مقتل 11 من الميليشيات بغارة لمقاتلات التحالف شرق صنعاء. الميليشيات الانقلابية تعاقب المدنيين بتفجير منازلهم. مارب بريس: الرئيس هادي يستقبل مسؤولا امميا رفيعا. السلطة المحلية بمارب تحذر من التلاعب باسعار السلع والصرف وتتوعد باجراءات صارمة. يمن مونيتور: محور تعز يشكل لجنة لاستقبال شكاوى المتظلمين من عملية ترقيم أفراد المقاومة. مصرع قيادي حوثي بارز وعددا من مرافقيه بكمين محكم للمقاومة في عتمة. يمن نيوز: محافظ صنعاء يناقش مع الإغاثة الكويتية المشاريع الإغاثية للنازحين. نداء إنساني عاجل إلى الأمم المتحدة وكافة المنظمات الإنسانية: كارثة مأساوية تبتلع عتمة ووصابين والقفر. الصحوانت: وزارة التربية تتسلم 250,000 استمارة للمرحلة الثانوية. قائد عسكري يكشف حقيقة تقدم قوات الشرعية بالمعقل الرئيسي للحوثيين. من المواقع الإلكترونية مشاهدينا الكرام إلى الصحف العربية والعالمية، والتي بكل تأكيد لها حيز في أخبارها عن اليمن، نستعرض لكم سويا أبرز ما جاء فيها من عناوين، ونبدأها لكم بالوطن السعودية. الوطن السعودية: بن دغر يوجه بإعادة تأهيل ملعب الحبشي بعدن. الشرق الأوسط: إصابة مشرف الحوثيين وعددا من مرافقيه بمديرية النادرة محافظة إب. السعودية: العثور على 3 جثث قرب الشريط الحدودي مع اليمن. البيان الإماراتية: هادي يدعو المنظمات الإنسانية لتكثيف مساعداتها لليمن. الحوثيون يحتجزون ناقلات النفط في ميناء الحديدة. القدس العربي: امرأة بإب تنتزع طفلها من أنياب الميليشيا بعد استدراجه إلى الطقم الذي انقلب وقتل وجرح العشرات من زملائه. الخليج الإماراتية: قرارات رسمية بضبط الأسعار ومنع التلاعب بها في مارب. مدفعية الجيش الوطني تستهدف أولى مواقع الحوثيين في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة. عكاظ السعودية: مقتل قيادي حوثي بارز في كمين لمقاومة عتمة. توقف نصف مدارس العاصمة صنعاء بسبب إضراب المعلمين. الجزيرة نت: الرئيس اليمني سنصرف مرتبات كافة الموظفين في كل المحافظات بما فيها صعدة. سكاي نيوز: تدشين مشروع الإيواء للنازحين من محافظة إب بمارب. الجيش يسيطر على مواقع جديدة في صعدة. الراية: تعز الجيش الوطني يتصدى لهجمات حوثية في المعافر ويواصل تقدمه في المحور الشمالي. مسؤول حكومي: قرار مجلس الأمن الجديد يؤكد على إنهاء الانقلاب. بهذا نكون وصلنا إلى منصات التواصل الاجتماعي، ونبدأ مشاهدينا الكرام بالفيسبوك، وهذا مقال للكاتب علي هيثم، والذي كتب مقالا تحدث فيه عن الأحداث الدائرة في اليمن من الشمال إلى الجنوب.
تدرك الحكومة السعودية جيدا بأن هناك اتفاق بين الانقلابيين في الشمال والجنوب بقيادة رأس الأفعى الدولة الفارسية يفضي إلى فصل الجنوب عن شماله ويعود الوضع كما كان عليه قبل التوقيع على الوحدة في العام 1990 ميلادية. كان الانقلابيون في الشمال يعملون تحت ضوء النهار وفي عتمة الليل وتحت مرأى ومسمع العالم كله، أما الانقلابيون الجنوبيون كانوا يعملون من وراء حجاب متوارين عن الأنظار، فهم من سهلوا دخول الميليشيا الانقلابية في الشمال إلى محافظة عدن حتى تكتمل أركان الانقلاب بالسيطرة الكاملة على الأراضي اليمنية. وبعد إعلان نجاح الانقلاب يأتي تنفيذ الاتفاق بتسليم الجنوب لهذه العصابة الخائنة، ومن ثم يتم تسمية الدولة الجنوبية. على الرغم من الاتفاق كان حبر على ورق، فالميليشيا الانقلابية في الشمال ومن خلفهم إيران جعلوا هذه العصابة مجرد مطية واستخدموهم فقط لإنجاح مخططهم الانقلابي، فكان الأمر سيعود كما كان عليه قبل ثورة 11 من فبراير مع اختلاف في شكل الدولة لظهور حكام جدد ألا وهي الحركة الحوثية. المقال التالي وأيضا من الفيسبوك للكاتب والمحلل السياسي الدكتور محمد جميح، والذي كتب عن الميليشيات الانقلابية وتحدث بأن هذه الميليشيات الانقلابية ما زالت تستغفل أنصارهم ومستمرة بهذا الاستغفال، وأيضا لا تمتلك سوى بيع لهم الأوهام. اليوم أخرج هذا المهرج من قبعته أرنبا كبيرا أكبر من القبعة ذاتها. الأرنب اسمه المعرض الأول للطائرات المسيرة، ويقصد بها الطائرات من دون طيار. حرص الحوثي على أن يحضر طاقمه الكومبارس إمعانا في عمليات الخداع البصري التي كان يمارسها المهرج الأشهر أحمد بن يحيى حميد الدين أمام الجمهور. كان ابن حميد الدين يستعمل القطران لخداع الناس ولإخراج ثعابينه من جلبابه. الحوثي اليوم أخرج من قبعته أرنبين سمينين هما صالح الصماد وعبد العزيز بن حبتور، قبل أن يخرج من القبعة ذاتها طائرات من دون طيار لأول مرة في تاريخ اليمن حسب وكالة سبال الأنباء الخاضعة له. يريد كبير المهرجين أن يقول إن اليمن لا يعرف قبل الحوثي تاريخا عسكريا إلا حين أخرج له هذا المهرج طائرة من دون طيار من تحت قبعة أجداده المباركين. حصل الحوثي على بعض الطائرات ذات التقنية البسيطة والتي هربت له من إيران، وذهب المشعوذ يقول لجمهوره إنه صنع راصد وقاصف وهدهد ورقيب. على كل، تذكرني طائرة الحوثي من دون طيار بخياراته الاستراتيجية العديدة التي كان آخرها ولاعة، يمكن أن يطلق عليها كذلك ولاعة من دون طيار أو ولاعة مسيرة استراتيجية. أحسن ما في الحوثي أنه كلما تعرف على مصطلح جديد أخذ يكرره على طريقة الأطفال الذين يبدأون اكتشاف مواهبهم الكلامية لأول مرة. أما المحلل السياسي الأستاذ ياسين التميمي هو الآخر، تحدث عن الانقلاب وهنا خصص الحديث له في مقاله على الفيسبوك عن المخلوع صالح وانزعاجه من تلقيه الدعم من المملكة العربية السعودية. لا شيء أزعج المخلوع صالح أكثر من إعلان الحكومة الشرعية تلقيها تعهدات سعودية بتقديم مبلغ 8 مليارات دولار لإعادة الإعمار في البلاد بعد الحرب، لأن صالح يعلم جيدا أن هذه الهبة المالية السعودية الكبيرة بالإضافة إلى أنها تضفي أبعادا أخلاقية على معركة التحالف العربي في اليمن، فإنها أيضا تكرس شراكة سعودية مع الرئيس هادي الذي كاد أن يذهب ضحية خطة أممية للحل، وقف وزير الخارجية الأمريكية السابق جون كيري بكل ثقله خلفها. لا يريد صالح أبدا أن يرى سلطة خلفه الرئيس عبد الرب منصور هادي تتكرس على هذا النحو، بل لا يريده رئيسا من الأساس، فقد فرغ نفسه واستخدم طيلة الفترة الماضية كل مهاراته وحيله ونفوذه على الجيش والأمن والوجاهات والمناطق للنيل من شرعية هادي، وأطلق على نفسه الرئيس الأسبق لكي يثبت أن الرئيس هادي لم يعد رئيسا، فقد جاء بعده رؤساء. والإشارة هنا إلى المسوخ الحوثية الذين أعتلوا هياكل انقلابية نصبت في صنعاء المغتصبة لتنتج مرحلة هي الأسوأ في تاريخ اليمن.
إلى تويتر، وهذه تغريدة لوكيل وزير الإعلام الدكتور عبدو مغليس متحدثا بتغريدته عن الورقة الأخيرة التي بدأ يلعب عليها المخلوع صالح، والذي بدأ من خلال خطابه بالمنهزم وتحدث عن المصادر القوة التي يتحدث عنها المخلوع صالح والتي هي بكل تأكيد وهمية. عاد المخلوع صالح إلى المزايدات حول مصادر قوته التي لا تنضب، وهي رسائل أهدافها إعادة تسويق ورقته المحروقة مجددا. وهذه تغريدة أخرى أيضا لوزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد زين زبين عطية، غرد عن الحكومة الشرعية وعلى رأسها فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي، متحدثا عن كل الصعاب التي تجاوز وما زال يتجاوز كل هذه الصعاب لإعادة اليمن إلى الشرعية. أمسك هادي بزمام الأمور في صنعاء والخلافات على أشدها، إلا أنه عمل بأسلوب التسديد والمقاربة وتجاوز عشرات الحفر التي وضعت له، ونجح في المرور على الحافة التي أرادها له أعداء الدولة المدنية الحديثة. نختم حديث الصحافة بهذه التغريدة للناشط بشير العبيدي، والذي تحدث وغرد عن محافظة عتمة وعن مواجهتهم للميليشيات الإنقلابية بكل شموخ وإباء. لا يوجد في عتمة دواعش، لا يوجد في عتمة تكفيريين، لا يوجد في عتمة سعوديين وإماراتيين، بل شيخ لن يسمح لأحد أن يهين أو يختطف أبناء قريته وعزلته، فما هي حجتكم أيها الحوثيون؟